السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، عيد مبارك علينا وعليكم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. السلسلة اللي أنا بدأت بالإخوة الأفاضل اللي أسلموا، والنهاردة معايا أخت أسلمت يمكن بقالها مثلا أكتر من 4 سنين مسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنتعرف عليها ونسيبها هي تعرف بنفسها أفضل. أهلا بك يا أخت غادة، ولا أخت أهلا نهى بقى. بحضرتك، أهلا بحضرتك يا أخ معاذ. الله يحفظك. أنا نهى محمد أحمد السيد، ده اسمي وأنا مسلمة. الأول كان اسمي غادة صابر فيليب بطرس، اسمي النصراني. أسلمت بفضل الله في فبراير 2019، بعد رحلة بحث تقريبا سنة ونص، ما يقارب سنتين. الأول شكيت في المسيحية وعرفت ان هي غلط او فيها تناقضات او فيها شيء غلط، يعني انا مش متقبلاه عقليا ولا منطقيا. وبعد كده ابتديت ابحث عن الحقيقة، والحمد لله وجدت الحقيقة في الاسلام، واعتنقت الاسلام في فبراير 2019 بعون الله، الحمد لله. بفضل الله، ربنا يثبتك يا رب ويبارك فيكي. اللهم امين. انت اسلمتي مبدئيا كده، حصلت مشاكل من الاهل بشكل مبدئي كده؟ هل حصل مشاكل بسبب ان انت اسلمتي؟ أكيد حصلت مشاكل، أنا كنت متوقعة وحاطة في اعتباري إنها تحصل مشاكل. أكيد أكيد لازم يكون في رد فعل مجتمعي، سواء من الأهل أو من المجتمع المسيحي بوجه عام. لكن بصراحة اللي أنا قابلته فاق توقعاتي، اتفاجئت بكمية الكره والبغيضة والمقاومة بأسلوب يعني أكبر من المتوقع، ولجأوا لتلويث السمعة وتشويه سمعتي وحاجات كتير وده قوي المعتاد يعني. بتاعهم. للأسف يعني أنا كنت حاطة سقف لرد الفعل بتاعهم، بس اللي حصل أقوى من أي سقف، يعني عدى المتوقع الحمد لله. أنا ممكن أسألك زي إيه ولا صعب؟ لا عادي، إيه اللي حصل يعني؟ طبعًا أقولها طبعا. إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نخوف اللي عايز يدخل إسلام، بس عشان يبقى فاهم إيه اللي بيحصل، مش أكتر. طبعا طبعا ببساطة كده، أنا طبعا كنت زي أي زوجة مسيحية قاعدة في بيتي وموظفة، ما فيش أي حاجة يعني غير بس الاتجاه الفكري يعني. فأول حاجة عملوها بعد ما أنا أسلمت، حرموني من ولادي تماما، يعني ما فيش خالص إن أنا مثلا طب تشوفيهم، حتى مش هاخدهم، أنا ما قلتش هاخدهم حتى أشوفهم، لا ما فيش الكلام ده خالص. أنا كنت متوقعة إن أنا هروح مثلا هأسلم، هيزعلوا مني شوية وبعد كده هيسمحوا لي إن أنا أشوف ولادي. والدنيا فلقيت لا، تصفى نعم والدنيا تصفى يعني. يعني برضو الدم ما يبقاش مية، وأنا بنتهم برضو مهما كان، ودول ولادي من دمي ولحمي. فالحرمان ده يعني قساوة قلوب ما فيش بعدها قساوة. فاضطريت طبعا بالأساليب السلمية، ما فيش خالص، ما فيش ولاد خالص، اضطريت إن أنا ألجأ للقانون. ففعلا رفعت قضية ضم وكسبت القضية وخدت حكم الضم الصغار. كانوا 4 معايا في الحكم، 3 صبيان والبنت الصغيرة، أصغر بنت. بس إيه بقى، خدت الحكم أوكي، بس الحكم ده كان ناقص بس بين قوسين كده يكتبوا غير قابل للتنفيذ، يعني أخد حكم بس منفذ مع وقف للأسف. التنفيذ يعني. في التنفيذ، هو لا، هو حكم جائز التنفيذ يعني وساري وكل حاجة، بس ما بيتنفذش يعني أرض الواقع. خدي حكم، بس مش هتعرفي تنفذيه، يعني هنفذه ازاي؟ طيب انت بتقولي اربعة من اولادك كان فيهم حضانة؟ كانت انت عارفة انا البنت كانت اقل من 15، كلهم بقى لازم يبقوا تحت ال 15. تمام، انت يعني ربنا يبارك يعني، بس كان عندك كم ابن وبنت؟ ستة الحمد ما شاء لله، الله كان ربنا معايا يبارك. 6، 3 صبيان و3 بنات، البنات هم الكبار والصبيان هم الصغيرين، انت كنت ربنا يحفظهم متخيلة يا رب. وانت بتقول انا هبقى مسلمة، يا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم اللهم امين يا رب. ويرجعهم لك يا رب، انت كنت متخيلة وانت بتدخلي الاسلام اللي هو عادي انا ادخل الاسلام هيحصل شوية مشاكل وبعد كده هرجع تاني او هيرجعوا لي تاني واقدر اشوفهم ويشوفوني وكده؟ ايوه انت يعني من هيكون في ود 2019 يعني. ما شفتهمش. لا لا والله خالص ما شفتش خالص اولادي من ساعه ما خرجت من البيت، ما شفتش اولادي ولا سمعت صوتهم نهائي. ربنا يصلح حالهم يا رب ويحفظهم لي. يعني انا كنت متوقعه ان هم يزعلوا شويه وبعد كده هيتصلوا بيا في التليفون او فيديو كول اي حاجه، يعني بصيت لقيت لا ما فيش خالص، يعني بيهربوهم، بيدخلوهم دار ايتام من دار لدار وحاجه، يعني ايه ده، يعني في ايه؟ طب فين الانسانيه؟ طب انا مثلا
من وجهة نظركم انا غلطت ماشي، ليه بتعاقبوني بالطريقة دي؟ طب ليه تعاقبوا الطفل بان انتوا تحرموه من امه؟ ما هو كده العقاب مزدوج على الام وعلى الطفل، انتوا بتحرموني من ولادي علشان انا اخدت قراري بالاسلام. انتوا من وجهة نظركم هو غلط، انا حر، انا حر يعني، انا شفت ان دي ده الصح وده اللي ما ينبغي ان يكون من زمان كمان، ده انا اتاخرت في قراري. طب انتوا بتعاقبوا الطفل ان انتوا تحرموه من امه ليه؟ فهم مش هممهم الطفل ولا هممهم الام ولا هممهم اي حاجه ولا هممهم المسيحيه اصلا، هو كل في مخهم ان الاسلام ما ينتصرش ايا كان بقى الاداه، ايا كان الاسلوب، ايا كان اللي هيروح ضحيه في رجلين، طفل كبير صغير، المهم الاسلام ما ينتصرش وربنا يصلح حاله. حاسه ان انت ندمانه على ايه؟ ان انت سبت ولادك واخترت الاسلام؟ اطلاقا اطلاقا طبعا. في الاول كان في محاربات من الشيطان طبعا، مش هنكر الموضوع ده يعني. الاول انا عانيت كتير في حياتي كمسلمه جديده، لسه ما فيش حياتي في البدايه مش مترتبه متلخبطه، ما فيش مكان للاقامه، ما فيش مصدر دخل ليا بعد ما تم فصلي من الشغل بتاعي. كان بيجي الشيطان بقى بالكلام ده، بس بلاقي رسائل بقى من ربنا بتشددني وتقويني لغايه ما الحمد لله اتعديت المرحله الثانيه والثالثه، والحمد لله النهارده افضل من امبارح وامبارح افضل من اول امبارح، وربنا مش بيسيب حد اصلا راح لي او قصد باب كريم يعني، الحمد لله. طب انا اسالك سؤال اللي هو السؤال الطبيعي بقى اللي تتساليه يعني، اتفضل. ايه اللي يخليكي تتركي المسيحيه؟ يعني ايه اللي يخليكي تفكري وتقولي انا ديني اللي انا اتربيت عليه السنين اللي فاتت دي كلها؟ انت كنت ارثوذكس صح؟ فالارثوذكس شويه، الارثوذكس شويه عندهم اجتماعيات يمكن يعني جيده، فانت اجتماعيات وتروحي للكنيسه والتناول والاعتراف و و و كل ده، ايه اللي يخليك تسيبي كل ده؟ يعني ايه الشيء القوي قوي اللي يخليك تسيبي ده كله؟ بص يا اخو معاذ، خلينا متفقين ان انا كنت مسيحيه ومكتوب في بطاقتي مسيحيه وعائلتي مسيحيه وكل حاجه، بس انا بالفعل ما كنتش مندمجه في الكنيسه. انا مش هقول لك انا كنت اخت ولا كنت عامله دكتوراه في اللاهوت ولا الكلام ده، لا انا كنت مسيحيه بس ما كنتش مندمجه في الكنيسه، مش حابه الطقوس بتاعت الكنيسه، او مش يعني عقلانيا كده انا مش معدياها يعني، التناول والاعتراف وجسد المسيح ودمه واقف قدام الكاهن والله انا غلطت في كذا واديني حل او اتشفع لي عند المسيح او اتشفع لي عند ربنا يغفر لي، والكلام ده انا الكلام ده ما كانش بيدخل دماغي اصلا. واللي يعرفني انت ما كنتش بتتناولي اصلا ولا اعتراف ولا اي حاجه؟ كنت بتناول بس على فترات متباعده، وكنت بتناول لما بيتم الضغط عليا بصراحة يعني، إنما أنا مش مقتنع بالتناول، اللي هو إيه القربانة دي اللي هي جسد المسيح؟ إزاي يعني جسد المسيح؟ مش فاهمة يعني إزاي؟ يعني هي يعني اللقمة دي أو القربانة دي بتبقى جسد المسيح إزاي؟ ما أنا عايزة أفهم بقى، ما هو لازم المخ بقى يفكر، فأنا مش عارفة. فكنت بتناول بس كطقس عادي يعني، مش من اللي أنا دؤوبة بقى على الطقس ده كل أسبوع ولا الكلام ده، لا ما كنتش كده. بس ففجأة كده بقى وانا بتصفح في اليوتيوب لقيت ايه؟ لقيت عنوان شدني، وهو القرآن والكتاب المقدس ايهما كلام الله، اللي هي المناظرة الكاملة بتاعت ديدات وشراش. انا ما اعرفش يعني ايه مناظرات، وما سمعتش خالص عن الشيخ ديدات، انا شايفاه واحد مسلم بيتكلم قدام قسيس، فشدني بقى الفضول ان انا اسمع هما بيقولوا ايه بالهاند فري طبعا، عشان هتبقى فضيحه لو كنت بسمع كده طبعا في الشغل بس. فبعد كده لقيت الشيخ ديدات عمال بيتكلم بحجه قويه وبيقول تناقضات، بيقول حاجات كتير، والاسيس عامل زي القطه الغرقانه مش قادر يتكلم، مش عارف، ما عندوش حجه. فانا بقول طب يعني، طب كده اكيد الراجل ده بيتكلم على حق يعني. قلت انا مش هسمع كلام الراجل ده، ما ممكن يكون مسلم، المسلمين الارهابيين بقى وبيقولوا كلام كده وخلاص. انا همسك الانجيل وهشوف الكلام اللي بيقوله موجود ولا لا. عمال يقول في تناقضات، طب انا اشوف بقى التناقض. هو قال التناقض اللي هو الشهير اللي هو بتاع الملك اكسيدا، حضرتك اكيد عارفه، اللي هو بتاع الملوك الثاني.
الملوك لقيته الثاني بيقول في الملوك ثمانية ستة الثاني. وعشرين وأخبار الأيام الثانية عشرين واحد وعشرين فلقيتها كلامه واحد صح وعشرين اتنين. يعني قياسا عليه الكلام ده مظبوط. فرحت قلت ايه، طب يمكن موجود الكلام ده، بس الاباء الكهنه بقى ليهم تفسير تاني، وانا مش عايزه اظلم الدين كلها عشان تناقض ولا حاجه. اشوف بقى الاباء الكهنه مفسرين ده ازاي. فدخلت على حد اسمه القاسم نيس عبد النور، كتاب شبهات لقيته وهمية اوريدي معترف بالتحريف ده، بأن قال في خطأ. هو ليه كتاب اسمه الشبهات الوهميه حول الكتاب شبهات المقدس. وهمية حول الكتاب المقدس، كنت ردد عليه في ايوه كتاب نظرة موضوعية في كتب المسيحية. ايوه الفصل الثاني بقى في صفحه 166 تحديدا، قال لي ان دي غلطه ناسخ، وغلطه الناسخ دي ما بتغيرش في العقيده حاجه. طب انت بتقول غلطه ناسخ، طب عندنا في الانجيل كان في بقى ايه نص بيقول الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. انت كده بتقول عادي ان يكون في غلطه، مش هتغير في الدين حاجه، وفي نص في الانجيل اللي هو المفروض انه اقوى منك، كلام ربنا بيقول السماء والارض تزول وكلمه واحده من الناموس مش ينفع تزول. بقى كده بقى يبقى فعلا في تناقض. ادركت بقى ان فعلا الكتاب المقدس فيه هو طبعا تناقض. النص ده للمعلومة، النص ده بيتكلم عن الناموس، هما الناموس بيفسروه ان هو او البعض منهم بيفسروا على اساس ان الكتاب المقدس كله. طب انتوا ازاي بتقولوا السماء والارض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول؟ والنص اللي وارد بالظبط. برضو في انجيل يوحنا، انجيل متى 24 36، السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول، انتوا بتفسروه على اساس ان هو الكتاب، في حين ان الكتاب فيه اخطاء اهو حتى لو في الترجمة، ما انت عندك الاصول ضايعة. فبكده خلاص انت اقريت، او واحد من رجال الدين اقر ان الكتاب فيه تحريف، وفي نفس الوقت الكتاب نفسه بيقول لا ما ينفعش كلمه واحده ولا حرف من كلام الناموس ان هو يزيد يزول. او يقل. فكده خلاص اوريدي انا اتاكدت ان الكتاب فيه تحريفات وفيه بس اكيد مش تناقضات. المعلومة دي بس اللي يعني لا اكيد. لا ده يعني ده على سبيل المثال مش على سبيل الحصر. ما انا بقى لما ده بمثابة يعني جرس انذار، يعني اكيد في حاجات تانية زي كده والتناقضات كتير في الكتاب المقدس. طبعا النقطة دي كانت نقطة بداية التفكير بالنسبة لي، قعدت النظر طبعا في اللي انا ماشية فيه ده، او اللي ده احنا بنعبده. انا طلعت لقيت ابويا مسيحي وامي مسيحية واخواتي مسيحيين، والكنيسة بقى والقسيس واب الاعتراف والكلام ده كله، على الرغم اني معترضة على طقوس كتير لعدم عقلانيتها. طبعا اولها طبعا سر الاعتراف، انك تكون ليك اب اعتراف. الاب ده بمثابه ربنا على الارض، انت لما بتعمل غلط بتروح لاب الاعتراف ده وتقول له يا ابونا انا عملت كذا كذا كذا، والكذا ده مش بوجه عام كده، لا الكذا ده تدخل عليه زوم قوي وتقول كل اللي حصل، سواء رجل او ست او طفل او التفاصيل اي كلها حاجه. يعني. انا ايه يعني ايه انا مثلا واحده ست ادخل قدام اب كاهن واقول له انا حصل كذا وكذا وحاجات زلات يعني، ما هي اخطاء، واقول له اغفر لي او صلي لي ربنا يغفر لي او اديني حل ان انا اتناول والكلام ده كله. انا ما كانش ليا في يوم من الايام اب اعتراف، لان انا اصلا مش مقتنعه بالموضوع ده. بس وكمان موضوع سر التناول ده برضو، ان احنا نروح نتناول جسد المسيح ونشرب دمه والكلام ده، الكلام ده غير التعبدية عقلاني قبلها. بالمره يعني. بس فلما طبعا التناقضات بقى مع شويه الطقوس اللي بتحصل في الكنيسه كل ده، انا مش لا يبقى كده في حاجه غلط، انا كده غلط لازم ادور على الصح. كده انا بقى في مرحله الشك، انا خلاص شكيت اوريدي في الديانه المسيحيه وعرفت ان هي غلط. انا دلوقتي واقفه في السكه المحايده، لا انا معترفه بالمسيحيه ولا انا معتنقه الاسلام. انت ما انا زلت كده دلوقتي واقفه عايزه تشوف ايه، او عايزه يبقى عندك يقين ان المسيحيه دي مستحيل تبقى دين ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط بالظبط يعني هو الطريق اللي انا اعتقدت فيه ان انا ممكن اعتنق الاسلام لازم يبدا الاول بالشك باللي انا فيه. ما ينفعش اكيد ان انا طبعا. اعتنق الاسلام، ما ينفعش ان انا اعتنق الاسلام وانا لسه في رواسب عندي في المسيحيه. فاقرا بقى واشوف التناقضات واشوف المناظرات لا لا لا، كل يوم بقى بدي درجه 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 درجه، خلاص بقى 10 من 10 المسيحيه خلاص بالنسبه لي خلاص. شوف بقى البديل، لازم نشوف البديل، ما هو الانسان مش هينفع يعيش من غير دين. صحيح.
لو فكرت في الالحاد، ما ينفعش الالحاد، لازم يكون في رب. يعني الجنين بقى بيكبر ازاي في بطن مامته، الورده بتفتح ازاي، في حاجات في الليل والنهار، في حاجات كتير بتدل على ان لا في الكون رب، كله كده، كل حاجة في حد حواليه. مسؤول، في حد مسؤول عن الكون ده. يعني الكون ده مش شغال كده لوحده. عندنا بقى في الشرق الاوسط ما فيش غير المسيحيه والاسلام، ما فيش بقى الديانات التانية. الديانات التانية اصلا كلها ضرب من دروب الوثنيه، يعني برضو كلها قياسا على المسيحيه. ده على يعني انا كنت لسه اقول لك ده على لسان المسيحيه، مش ايوه، هي زيها زي المسيحيه. يعني عندك بوذا مثلا اللي هو تمثال، طب ما انت عندك المسيحيين برضو عندهم تماثيل في الكنيسه، البخور والكلام ده لا. وتفسير الالهه والكلام. فكرة حتى احنا في النقد الحديث دلوقتي، فكرة ان انت بتعبد عيش بتخبزوه في الكنيسة، فكرة ان انت بتعبد، وحبيب جرجس بيقول كده ان احنا بنعبد بنقدم له العبادة والسجود، الخبز والخمر. الخبز ده اللي هو لفظ في القربة سوريا او في جسد. الشام بيقولوا خبز، احنا عندنا عيش بنقول عليه عيش. ففكرة ان هم بيقدموا العبادة والسجود للعيش والخمر، فكرة يعني وثنية، وفي الاخر تقول لي ده بياكل جسد الله، يعني فكرة وثنية ما يقبلهاش عقل ولا منطق. ولو بصيت في كل الأديان التانية بخلاف الدين الإسلامي هتلاقيها كلها متشابهة، يعني كلها بتعبد مجسمات، يعني الإله حاجة مجسمة. الإسلام الوحيد بس هو اللي بيعبد الله اللي لم يراه أحد، وفعلا إله الإسلام لم يراه أحد. يعني شايفين ربنا، شايفينه، بس شايفينه في إيه؟ شايفينه في أفعاله، شايفينه في معيته معانا، شايفينه في إن هو بيوفقنا في حياتنا. انما ما اقولش التمثال ده هو ربنا، او هو كنايه عن ربنا، واقدم له فروض الطاعه والولاء، او اولع له شمع، او ابخر له زي ما بيحصل في الكنائس. على فكره عشان دي كده، حقيقه. عشان ايوه ما انا عارف طبعا، عشان كده اليهود بيعتبروا ان المسلمين اقرب ناس ليهم من النصارى. النصارى هم شايفينهم وثنيين، بيقول لك الكنائس دي دور للوثنيه، بيعبدوا فيها اصنام، اليهود بيقولوا بالظبط. كده. فعشان كده احنا بالنسبه لهم بنبقى اقرب منهم يعني. وعلى الرغم من اعتراض اليهود على المسيحية، إلا إن اليهود أقرب للمسيحيين من المسلمين. يا سبحان الله، يعني هم معترضين عليهم، بيسموهم وثنيين فعلا، لأن هم شايفين الطقوس بتاعتهم اللي هو التماثيل والصور بقى والزيت ومش عارف ايه، كل الكلام ده موجود في الوثنية وموجود في الديانة الهندوسية والكلام ده كله. مفيش غير الإسلام بس هو الدين الوحيد اللي بيختلف عن كل الديانات، أو كل، مش هنقول الديانات، هنقول هي الشرائع أديان دي. برضو عادي، بيتقال عليها دين عادي برضو. بس هو طيب دين أنا ناقص يعني. هسألك سؤال قبل ما ننتقل من النقطة دي، قبل ما ننتقل من نقطة إن أنت في عليكي وقت جيتي قلتي أنا المسيحية دي خلاص أوف بالنسبة لي، مين اللي أنت كنت بتسمعيه في الفترة دي؟ أو مين اللي أنت كنت بتشوفيه لو فاكرة يعني؟ أنا ليه بسألك؟ عشان في الشيوخ المسيحي المسلمين، اللي يقعد يسمعك يتابع الناس دي برضه. تمام. احمد ديدات في المقدمه، تمام. الشيخ احمد ديدات. وشفت كمان فيديو للشيخ عمار اظن، اللي هو بتاع السودان، كان الشيخ في عمار مناظره مع صالح موسى. كان في مناظره مع رشيد حمامي، كانوا عن الصلب. الشيخ عمار بيثبت ان الصلب ما حصلش، ورشيد بيقول الكلام بقى بتاعه، واثبت له فعلا ان الصلب ما حصلش على المسيح، وانه رفع. والكلام ده اثر فيا جدا، يعني انا فعلا ادركت الله، المسيح ما صلبش، يبقى كده ما فيش فداء، وما فيش فدانا، وما فيش مات عشاننا، يبقى هو مش اله بقى، وخلاص كده، خلاص اتضربت بالنسبه لي المسيحيه، خلاص ما بقتش بقتنع بيها خالص. فخلاص انا عايزه بقى ادور على البديل ليها، لازم يكون ليا رب، ولازم يكون ليا رسول. طب اتفضل. انت شفت المناظره بتاعت الشيخ احمد ديدات، وشفتي المناظره بتاع انت يعني اكيد ما شفتيش مناظره واحده يعني، صح؟ لا كتير، انا كنت عامله فلاشه على الفون بتاعي، كنت بقى لما بخرج، لما بكون بره البيت بحطها علشان الفيديوهات اللي انا محملها اسمعها، ولما برجع البيت طبعا بشيلها، لان ممكن اي حد يشوف على الفون بتاعي. مناظرات كتير لاحمد ديدات الصراحه، يعني كان بيعجبني اسلوب اقناعه، يعني حجته قويه، والاسيس اللي بيكون قدام منه مفيش قوة خالص، ما عندوش أي حاجة. ولما يتسأل سؤال مثلا يقول اعتذر، في حاجة اسمها تعتذر؟
في حاجه اسمها يسالك في الدين ده انت قائد، المفروض ان انت مش حاجه زي كده، المفروض ان انت تفهم الطرف الثاني عشان شعبك بتاع الكنيسه يسلك مسلكك. انت بتقول اعتذر انت كده خلاص، يعني لما يعني اذا كان رب البيت بتدفه ضربه، لما انت اساسا راس العقيده بتقول اعتذر، احنا كشعب نعمل ايه؟ فخلاص بالنسبه لي المسيحيه اكس تمام. فكرت وبعدين. بقى اتفضل وبعدين يعني وبعدها يعني خلاص. ايه اللي فكرت فيه وقتها؟ فكرت ان انا اعتنق الاسلام خلاص، بس كنت خايفه بقى، في مخاوف كتير قوي في حكايه ان انا اعتنق الاسلام، في ملفات كتير عندي مقفله من ناحيه الاسلام. الاسلام دين ارهاب، عايزه اتاكد ان هو مش دين ارهاب، انا مش هروح اسيب دين ادخل دين اصعب منه. صحيح. بس فكنت بقى مع يعني مجموعه من اصدقاء يعني المسلمين مسلمات يعني الزميلات يعني في الشغل وكده، بسالهم بس اسئله كده من تحت لتحت، يعني مش ببين لهم ان انا هأسلم، يعني هم بيقولوا كذا على النبي محمد بتاعكم، قال صحيح هو النبي محمد مثلا كان ارهابي، كان بيقتل الناس، طب كان بتاع ستات زي ما هم بيقولوا يعني. فلا بيقعدوا بقى يبعتوا لي حاجات من الكتب وكده، فانا بقرا الحاجات دي فعلا، وفي ايات في القران بتدل على ان لا النبي محمد ما كانش قاتل، النبي محمد كان بيحارب، كان بيقاتل مش بيقتل، وفرق كبير بين المعنيين. يقاتل صحيح. يعني في ساحه الحرب انت ماسك سيف والعدو ماسك سيف والبطل الاقوى، هي دي فلسفه الحرب، انما يقتل يدخل عليك كده في بيتك ويقتلك، هو ده قاتل، وده اللي حصل في العهد القديم. اللي بيحصل في العهد القديم هو القتل مش القتال. فعرفت ان في فرق بين القتل والقتال، وعرفت ان النبي محمد كان بيقاتل في المعارك ما كانش بيقتل، وعرفت ان زيجات النبي محمد كلها معللة ومسببة وبأمر من ربنا، وما هيش مثلا ان الراجل بقى مزواج بقى وبتاع ستان كلام دوة، لا الكلام ده افترى، الكلام ده افترى فعلا، لان هو كل معظم زوجاته كانت من السيد، ما هماش البنات الصغيرين بقى، هو ما فيش مثلا السيدة عائشة بس وعرضت عليه كمان، مش هو اللي طلب بالظبط كده، ما انا عرفت يعني بقى كده عائشة الوحيده البكر والباقي كله كان ثيب، ويمكن سيب. فيهم نساء اكبر منه كمان بالظبط. فما ينفعش يعني الراجل اللي بالمواصفات اللي عايزين يوصلوا لنا ان النبي محمد بتاع ستات، ما ينفعش بطريقه زواجه من زوجاته تكون كده، يعني مثلا ثيب ان هي مثلا تكون لا مش حلوه كبيره في السن الكلام ده كله، لا ما ينفعش، يبقى اكيد في اسباب تانية اللي هي امر من ربنا عشان يعلمنا، يعني كل زيجه صحيح بيعلمنا قيمة فيها. صحيح. بس خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة سأله فقال له أنه تزوج، فقال له ثيب ولا بكر، فقال له ثيب، فقال هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صحابي قاله سأله قال له اتجوزها بكر عشان تلاعبها وتلاعبك، طب هو نفسه تزوج بكر ما فيش إلا واحدة وعرضت عليه، فده بيؤكد أن الموضوع ما كانش فكرة اللي هو حب للزواج أو للشهوة أو غيره يعني. تمام. ما انا عرفت بقى الموضوع ده لما فتحت بقى كل الملفات اللي مخوفاني، الكلام ده قبل ما اسلم اصلا. يعني لازم اعرف انا رايحه لفين، او الكلام اللي بيتقال ده كلام فعلا ولا مش فعلا. اكتر ملفين كانوا تعبني اللي هو الارهاب وبيقتلوا الناس ومش عارف ايه وماشيين بالسيوف والكلام ده كله، والملف التاني بتاع انت هتتبع واحد بتاع ستات. فانا عشان كده الملفين دول كانوا هما اللي تعبني، والحمد لله يعني الملفين دول انا اقتنعت بان هما غلط وتلفيق قبل ما اسلم. والحمد لله يعني بعد كده خلاص اقتنعت ان الاسلام ده هو الدين التوحيد الخالص، عندي ربنا لازمته ايه بقى اقول يا بابا كرولوس ولا يا ماري جرجس، عندي ربنا هو دايركت، قولي اي حاجه هو يسمعك يعني. صحيح. ليه نحط واحد في الوسط بيني وبين ربنا ليه؟ وعلشان ايه؟ ما انا كده ابقى مشركه بربنا، يعني انا عامله ربنا كده بيني وبين ربنا وسيط، والوسيط ده بني ادم، هو البني ادم ده يفوق عني في ايه علشان انا اخليه وسيط؟ فلا انا بالنسبه لي الاسلام هو دين التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، المسلمين بيؤمنوا بإله واحد وبيؤمنوا بسيدنا محمد كنبي ورسول من عند الله، عكس بقى العقيده النصرانيه بيؤمنوا بالثالوث اب وابن وروح قدس، وهما بيدعوا انه اله واحد. انا مش فاهمه ازاي اله واحد اب وابن وروح قدس اله واحد، مع العلم ان الاب هو الاب اللي احنا بنعبده، احنا بنعبد الاب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، الابن تم تنصيبه اله في سنه 325 ميلاديه،
الروح القدس تم تنصيبها لها في سنة 381 ميلادية. فازاي الثلاثة دول ده حتى اساسا ده بقى اله في سنة كذا وده بقى اله في سنة كذا، مجامع بتتعقد عشان ينصبوا ده اله وخضع للموافقة او للرفض. وان كان طبعا يعني قبل التاريخ ده كان في بعض الاباء بيقولوا ان هو اله، بس يمكن اله اقل من الاب. يعني تخيل كده اله اقل من اله تاني وهم بيعبدوا الاثنين، ايه يا جماعة ده؟ وبعدين دول الالهين دول كانوا بيكلموا بعض في المزمور 110 بيقول لك قال الرب لربي، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. دول كام رب بيكلموا بعض؟ اثنين. لو حضرتك في رب بيسل الرب كمان، يعني سل ساعد الصلب بيقول له يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وفي يا ابتاه في ذلك استودع روحي. يعني رب بيكلم رب، طب انا اكلمك ليه انت يا رب صغير؟ خلاص انا هعبد رب الكبير. يعني سبحان الله انا مش فاهمه فلسفه تفكيرهم ازاي. يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب، ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم ويعني ويهديهم عليكي وتشوفي اولادك كده على خير يعني. طيب دلوقتي اللهم امين يا رب. دلوقتي يعني لما انت ما سالتيش اي حد من اباء كهنه الاسئله دي؟ ايوه طبعا سالت طبعا. تمام ردوا؟ سألت في المرحلة بتاعت الشك، ما بيقولوا لي مين بيلعب في دماغك. يعني مثلا أسأل أقول مثلا إزاي عايزة أفهم مثلا فكرة الثالوث، ما تفكريش أنت مين بيلعب في دماغك يا بنت، أنت فين، أنت بتقعدي مع مين، أنت مش عارفة إيه. لقيت بقى إيه شلالات شك بقى هيبدأوا يشكوا. لا لا خلاص مش بقعد مع حد، خلاص تمام كده أنا تمام، أنا أوكي أنا فهمت كل حاجة خلاص. أيوه يعني أنت دلوقتي معلش عشان بس أنا عايز أفهم دي، دلوقتي حضرتك رايحة تسألي أب كاهن صح؟ ولا بتسألي حد متخصص كده دراسة؟ أنا سألت الأول حد دراسة، والدراسة دي خد لي معاد مع أب كاهن. حلو. بس أنا أدركت يعني الدراسة إن المعاد الشخص الدراسي ده أعلى من أقل من الأب الكاهن، فلما خدت معاه معاد هو خد معاد مع الأب الكاهن، المفروض الأب الكاهن ده اللي يجاوب يعني. لا هو استغرب من كمية الأسئلة اللي بسألها، قال لي إيه ده إيه ده كله ده ازاي الكلام ده. انا كنت مجهزه له ورقتين بقى، ورقتين فلوسكاب اسئله اسئله اسئله. بعد كده قال لي لا ازاي الكلام ده، لا لازم تقعدي مع ابونا فلان. فانا قلت له طيب ماشي خد لي معاه معاد. فانا ادركت ان هو ممكن، انا كلمته في التليفون قال لي لا تعالي باسلوب شديد كده. انا خفت الصراحه ان انا اروح، فانا عرفت اللي هو لو عنده اجابات كان هيجاوب في التليفون او على الاقل يخلي فلان ده يجاوب. هما ما عندهمش اجابات، او على الاقل الاجابات بتاعتهم اللي هي حضرتك عارفها طبعا كده كده كده، لكن النقطه اللي انت عايزها مش هتلاقيها. انا دايما بلاحظ ده والله اقسم بالله، انا والله لف وندور لف وندور. طب مثلا ايه طريقه على يقول لك اصل مش عارف كذا 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 كذا، تلاقيك انت نفسك اصلا نسيتي سؤالك اساسا. ما هو بالظبط كده ينسيك سؤالك وينسيك انت عايز ايه، ممكن تنسى اسمك اصلا. فعلى ايه خلاص يعني لو في اجابه خلاص هيقولها يعني. فانا ادركت ان هم مش عايزين، وممكن كمان كانوا يؤذوني يعني. انا كده بفكر بتفكير مش تمام يعني، او في حد بيلعب في دماغي، او المسلمين بتكلمي حد مسلم يعني بيلعب في دماغي. فخلاص هم ما عندهمش اجابات يعني، خلاص اتكلت على ربنا. لما رحت له يعني الورقتين إيه؟ دول كان فيهم اسئله عباره عن ايه؟ والله اسئله كتير يا اخ معاذ يعني، من ضمنها الكم تناقض اللي قالهم الشيخ احمد ديدات، اللي هما اول حاجه عمر الملك اخزيه ده، وبعد كده في تناقض تاني كنت برضو ماسكه فيه قوي اللي هو بتاع في اليوم الرابع خلق النور، وفي اليوم التاني خلق النور، وفي اليوم الرابع تقريبا خلق الشمس والقمر. طب هو النور ازاي اتخلق من غير شمس وقمر؟ مش المفروض الشمس والقمر الاول وبعدين النور، ولا وانا النور الاول وبعدين الشمس؟ القمر كمان بيعكس ضوء الشمس يعني، المفروض الشمس. طب الشمس ازاي اتخلقت في اليوم الرابع والنور اتخلق في اليوم الثاني؟ ايوه انا استغربت. طب ايه منبع النور اللي حضرتك خلقته في اليوم الثاني ولسه الشمس والقمر في اليوم الرابع؟ طب هو كان بيرد يقول لك ايه؟ بيقول لي ما ينفعش على فكره كده، اللي بتعمليه ده غلط، انت حد بيلعب في دماغك، اهدي كده وبلاش تشك في المسيح، وحرام كده ده مدخل شيطان. وايه يا عم اللي مدخل شيطان؟ ما تجاوب، هو في ايه بجد يعني؟ انت مجرد ما بتروحي تساليه في تناقض يقولك انت في حد بيلعب في دماغك، بالظبط كده، في المسيح يعني بس كده.
اه حرام ان انا اشك في المسيح وانا كده داخله في منعطف غلط والكلام ده كله، بيجاوبوش. وتحدى اي حد يقول ان هم بيجاوبوا، او لو جاوبوا ما يجاوبوش على نفس السؤال، يعني بيجاوبوا على اي حاجه يعني. ربنا يصلح حاله. خلاص بقى ادركت ان ما عندهمش هم اجابه اصلا لاي سؤال، وادركت ان الاسلام الجانب الكبير منه، انا طبعا ما درستش الاسلام كله قبل ما اعتنق الاسلام بصراحه، يعني انا دراسه الملفات اللي كانت مخوفاني، يعني مثلا الارهاب ده على راسهم، المسلمين دول ارهابيين ولو شافوا اي حد مسيحي هيقتلوه والكلام ده كله. بعد ما دخلت الاسلام بقى اكتشفت ان المسلمين هم اللي غلابه، والتانيين هم اللي هم عايشين دور الضحيه، حضرتك هم عايشين فعلا دور الضحيه، هم بس مهره قوي في حكايه عياطه، احنا مظلومين، احنا مضطهدين، احنا مش عارف ايه. مظلومين مين يا بابا؟ مظلومين مين ده؟ امال لما انت مظلوم، امال انا ايه اللي محرومه من ولادي؟ فين ظلمك ده؟ ده انا معايا حكم اساسا واجب النفاذ مش عارفه انفذه. يبقى مين فيكم اللي مظلوم؟ تدخلوا وتشتموا بالفاظ فظيعه. طب ليه بتشتموني ليه؟ طب ما تواجهوا كده حجه بحجه، فكر بفكر. ما فيش الله محبه وكده، ويسوع احبوا عدائكم. ده يا اخو معاذ انا عايزه اقول لك في الخاص رسائل بتوصلني فظيعه، شتيمه يعني دون المستوى خالص. كل اللي انا بعمله بقول ربنا يهديكم وبعمل بلوك. هعمل ايه طيب؟ مش اسلوبي ومش ديني اللي انا اعتنقته اللي يخليني اشتم واحد زيك. انت بتشتم دينك بيقول لك كده، انما انا عشان ارد عليك بالشتيمه انا كده مش مسلمه. انا اسلام علمني ان انا ابعد الاذى عن نفسي، اصد الاذى، انما ما ابداش بالاذى. انت بتبدا بالاذى خلاص انا ببعدك عني، بعمل لك بلوك وخلاص. ولو ان كل اللي بيقولوه يعني هم بس ساعات في شق تاني بقى من المسيحيين بيدخلوا بطريقه تانيه، بيدخلوا بطريقه ان هم ايه يشككوني، يعني عايزين يشككوني في اسلامي، فيدخلوا بقى يقولوا ايه صحيح النبي كان كذا وكذا وكذا، شبهات 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 شبهات. طب انا مش المفروض ان انا دافع؟ انا لو دفعت انت هتقتنع؟ هتعتنق الاسلام؟ مش هتقتنع، فانا مش هرد، انا مش هرد عليك، لان انا كلامي معاك اصلا ملوش اي لازمه. انت داخل علشان تشككني مش عشان تعرف الحقيقه. والله لو داخل عشان تعرف الحقيقه انا هقول لك الحقيقه، لو داخل علشان تلعب سجال علشان تشككني في ديني لا انا مش هتناقش معاك. طب ما يمكن يحصل له زي ما حصل لك. لا يا اخ معاذ، في فرق. انا لما دخلت علشان اعرف ايه تفاصيل الاسلام دخلتها وانا شاكه في المسيحيه، انما الباشا ده اللي داخل لي داخل لي علشان يشككني انا في الاسلام. في فرق كبير. اللي عايز يعرف الحقيقه بيكفي دليل واحد، انما بقى اللي داخل يشكك تجاوب عن دي يفتح لك في دي، تجاوب عن دي يفتح لك دي. فده شخص مش داخل علشان يتعلم، ده شخص داخل علشان يلقي شبهات ويخرج، مش عايز يسمع الرد اصلا. مش مهم عنده الرد، المهم يشكك بس. فدول بقى ربنا يصلح حالهم فعلا والله. بندعي لهم بالهدايه. ربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب. اللهم امين. طيب انت قبل ما تشتري اسلامك كانت نظره اهلك ليك ازاي؟ يعني عادي واحده ما شاء الله يعني مربيه عندك اولادك وعايشه والدنيا تمام التمام، ولا كان في يعني نظرتهم ليك كانت عامله ازاي؟ لا والله ده انا كنت ست موظفه وعندي ست اولاد وربت اسره وربت منزل. والله يعني المفروض انا مش هتشيل نفسي، هم يشهدوا يعني انا بيكون هم مش هيشهدوا دلوقتي. يعني انت هم مش هيشهدوا خلاص دلوقتي؟ لا يشهدوا لي المقربين، يشهدوا لي طبعا. يعني اي حد عنده اي حاجه ايدانا ليا اتفضل يطلعها. يعني انا الحمد لله يعني بصي هيكون في اتهامات لا شك، يعني ما تنتظريش انصاف على الاقل خالص على الملأ يعني والناس تسمع وكده. تمام الحمد لله، يعني كانت سيرتي طيبه وكويسه بشهاده الزملاء، يعني زملائي في العمل سواء مسيحيين سواء مسلمين بيكونوا ليا كل محبه الحمد لله واحترام، وانا كمان بحبهم وبحترمهم. وطبعا بعد الاسلام الاهل تحديدا حاجه ثانيه خلاص، يعني بعد الاسلام بقيت وحشه بقى وبقيت هدا وسلوكها ومسلوكها. المسلمين بقى خلاص يعني انا بقيت صاحبتهم واختهم في الله اكتر، يعني حبوني اكتر. طيب انت عرفتيهم ازاي ان انت اسلمتي؟ والله انا بعد ما اسلمت يومين ثلاثه انا ما كنتش قايله لحد، وقفلت الفون بتاعي
بصيت لقيت الاشاعات بقى، وقناه كوبتك سات دي اللي هو عماد ويليام لو حضرتك تسمع عنه، طلع بقى ويقول مخطوفه والمسلمين خطفوها ومش عارف ايه، وعمال يتكلم كتير كده. فرحت قلت لا 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 لا، ده كده بقى هيحملوا الناس فوق طاقته، ما حدش خطفني، انا رحت بنفسي. فرحت مجمع التحرير، انا كنت بشتغل في مجمع التحرير وقتها في القاهره، فرحت جبت شهاده اشهاري وعلقتها على لوحه الاعلانات بالسلوتيب كده وعلقتها في مجمع التحرير. في مجمع التحرير. انا اسلمت، انا كنت منتقبه وقتها يعني، فما حدش عارفني، ف علقت شهاده الاشهار واتصلت بصاحبتي قلت لها انا اسلمت وشهاده اشهاري موجوده على لوحه الاعلان، اخلعيها بقى من اللوحه وصوريها واديها لكل الناس علشان بقى يهبطوا كده وما يقعدوش يقولوا مخطوف او مش مخطوف. مفيش حد بيتخطف على فكره، مفيش واحده مسيحيه بتتخطف على فكره، ما تكدبوش على نفسكم يا نصار، مفيش واحده مسيحيه بتتخطف. هتتخطف ازاي؟ انا مش فاهمه حضرتك. احنا الاول ما بنروح الازهر، شيخ الازهر بيسالنا انت عايزه تسلمي ليه، الشيخ لازم يقتنع ان انا الازهر مش احمد مقتنع. الطيب يعني، صح؟ يعني انت لا شيخ محمد موسى اه لازم يعرف انا مقتنعه بالاسلام ولا، بيسالني اسئله انت ليه عايزه تسلمي. وفعلا يعني الشيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك حياته سالني انت ليه عايزه يا بنتي تعتنق الاسلام مع ان المسيحيه عندكم دين محبه وحبوا اعدائكم وبتاع فانا قلت له انا الايام مال يشكر كده في المسيحيه، هو بيختبرني. فانا قلت له خلاص يا شيخ لو حضرتك عايز تبقى مسيحي خلاص روح انت بقى مسيحي، انا خلاص عايزه ابقى مسلمه. فضحك ساعتها بصوت عالي وقال لي ما شاء الله عليك. بس فبتعدي على الازهر، وبعد كده بتعدي على وزاره العدل بتختم الشهاده اللي بتطلع لك من الازهر، وبعد كده لازم تكون عامل فيش وتشبيه قبل ما تروح الازهر، ومتصور صور بالحجاب بالشكل الجديد وانا مسلمه عشان الاشهار. كل ده مش قادر اقول الحقوني انا مخطوفه، مفيش واحد في الشارع ولا واحد في وزاره العدل يلحقني لو انا مخطوفه. فحكايه مخطوفه دي بقى كدبه، هم بيكذبوها وعاشوا فيها، مفيش حد بيتخطف، اللي بيأسلم بيأسلم بناء على رغبته. هي فيها نوع من انواع التعريض، هو بيقول ان هم مخطوف عقله، يعني عقله اتخطف. ما عقله اتخطف، طب ما هو طبيعي، واحد كان بيعبد عيش طول عمره في الكنيسه وفجاه لقى ناس بتعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، ما هو طبيعي لازم عقله يتخطف يعني. والله عقله اتخطف دي هدايه من عند ربنا. ما هو فعلا عقله اتخطف معناه ايه يا اخ معاذ؟ عقله اتخطف معناه انه اقتنع بالاسلام. فدي طبعا حاجه لصلاحنا هم قصدهم كده، هم قصدهم بكلمه مخطوفه كده اصلا. لا هم قصدهم تقريبا اللي هي بقى بتحب واحد ومشيت عشانه والكلام الفاضي اللي هم بيقولوه ده. بس جسمانيا ما فيش حد بيتخطف، هي راحت عقلها اتخطف بقى، عقلها ما اتخطفش ده حاجه ترجع لها، هي راحه برجليها الازهر وما ينفعش نقول ان هي اتخطفت. فهم لما بيقعدوا يقولوا اتخطفت بيزودوا بيأفوروا قوي. على فكره في اب كان برضو طلع بس مش متذكره اسمه تقريبا، برضو قال ما حدش بيتخطف، واللي بتروح بمحض ارادتها تقريبا. صحيح. يؤنس الكلام ده اتقال في مؤتمر تثبيت العقيده اللي بتعمل في الفيوم تقريبا سنه ايوه 2008، وقال ايوه الكلام ده الناس اللي كانت حاضره الانبا باخوميوس اسقف البحيره وقتها، والانبا توادروس البابا الحالي، والانبا موسى، وكذا قس وكذا كاهن وكذا راهب تاني يعني، وقالوا الكلام ده صراحه. كلهم ان عارفين كل يوم الحقيقة. بيخش عدد من الناس الاسلام، وان المسيحيه هتنقرض بعد 200 300 سنه، قالوا كده بالحرف يعني، قالت بالحسبه اللي احنا بنقولها دي بعد 200 300 سنه المسيحيه تنقرض في مصر. انا سالك سؤال معلش، انت لما رحت اشهرتي كان في حد معاكي بيشهر اسلامه ولا انت كنت لوحدك يومها؟ ثمانية ثمان حالات كانوا تقريبا اربع شباب وثلاث ستات وانا الرابعه. كان يوم جميل قوي، وكنا كلنا فرحانين، كلنا بنأدي الشهاده قدام الشيخ يعني فرحانين يعني فاهم. وفي منا عيط، اللحظه دي لحظه جميله قوي مش قادره اوصفها لك يعني، لحظه القاء الشهاده علينا واحنا بنردد ورا الشيخ، لحظه جميله وروحانيه كده، تحس بنظافه كده بقى، وتحس ان انت خلاص بقى ايه يا اب ايه وكاهن ايه ولا بتاع، لا خلاص انت منك لربنا، انت كده بقيت خلاص انت عبد الله فعلا، مش عبد ابونا فلان ولا ابونا فلان ادك حل ولا ابونا فلان زعلان منك ولا مش عارف ايه ولا امشي اطلعي بره انت وابنك ولا الكلام اللي بنسمعه ده. بشهادتي كده بنطق الشهاده حسيت ان انا محرره من العبوديه، اصلا مسلمه يعني مستسلمه لربنا، ما
مفيش غيره، هو ده اللي بيتحكم فيا، هو اللي خلقني وهو اللي بايده مصيري، مش حد تاني، لا اب كاهن ولا اي حد تاني، ربنا. يا ريتهم يا ريتهم يدركوا بس حلاوه الايمان، يا ريتهم ربنا يديهم. انت تعرض عليك ان انت ترجع المسيحيه تاني واولادك السته يرجعوا لك بدون ذكر اسماء، هل اتعرض عليك؟ ايوه في حد كده ربنا ينتقم منه يا رب، يعوف لساني عن ذكر اسمه، تواصل معايا وقال لي هنسفرك لبنان 6 شهور لغايه ما الملف بتاعك في امريكا يخلص، وبعد كده هنجيب لك ولادك مش على لبنان، على امريكا. بس مقابل ان انا طبعا ارجع للنصرانيه واسجل معاه فيديوهات على قناته واقول ان المسلمين خطفوني وهم اللي اجبروني على اني اطلع واعمل الفيديوهات دي كلها. هو طلب منك ده؟ طبعا طلب مني ده مباشر. ثواني بس، ثواني. هو طلب منك ان انت ان انا هجيب لك اولادك وابعتك امريكا وتعيشي في امريكا وتطلعي تقولي ان المسلمين هم اللي خطفوني؟ ايوه طلب مني ده، والسكرتيره بتاعته اللي تواصلت معايا في الاول طلبت مني ده، ومسجل الكلام ده، المحادثه بيني وبين السكرتيره دي مسجله ومتذاعه القناه عندي. طب استاذنك ابعتيها لي بقى، هنشغلها وهنكمل بعدها الحوار. يعني مش احنا بقى احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين، لكن عايزين تحرموني وتعذبوني. تحرموني؟ لا لا، من فين احب اعدائك؟ بس وانا بعد ما طلعك انا اوعدك بكل اخبار حلوه، هتعاون مع الكنيسه واشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت عشان اجيبهم لك عندك، بس خليكي معايا دغري. شوفوا هنا بقى بيعترف انه بيتعاون مع الكنيسة، وده بيتفق مع كلام المنصرة ميرفت في التسجيلات اللي فاتت. طيب إيه انت رفضتي؟ لا. انت لما تعرض عليك العرض ده قلتي له لا؟ رفضتي؟ لا، هو انا في البداية عايز اجيب اخره بقى، عايز اجيب اخره واشوفه هو عايز ايه، ماشي، علشان اعرف ازاي بيستقطبوا المسلمين الجدد علشان يرجعوهم. ماشي. طبعا كنت بسجل له المحادثات بتاعته وكل حاجه لغايه ما خلاص بقى وصلت معاه الطريق مسدود وخلاص هتسافري ومش عارف ايه، فخلاص استكفيت بالحوارات اللي معايا على النت وقفلت معاه وقلت له لا، وانا مش هرجع الكلام ده كله، وزعت الكلام ده على القناه. يعني انا مش من الاول قلت له لا، انا قلت له ماشي اوكي يعني علشان اشوف اخره ايه، اشوف ده بيستقطب المسلمين الجدد. ما هو ماشي، يمكن انا ربنا موفقني ومثبتني، غيري ممكن يضعف، فانا عايز اكشف ورقه من ورق المنصرين. يعني انت قصدك ان هو عرض عليكي ده وراح مسجل وزاعه يعني في عنده يعني؟ لا ده انا اللي سجلت. انت اللي سجلتي؟ تمام. انا اللي سجلت الحوار وانا اللي زعت الكلام ده على قناه عندي بالصوت والصوره، ومسجلاله الماسنجر، مسجله شاشه الكلام ده، والمنصره برضو بتاعته، انت هتقولي ان انا كنت مخطوفه ومش عارف ايه، وبصوتها ده كل الكلام ده متذاع عندي على القناه. ممتاز. هتقولي ان انا مخطوفه والمسلمين اجبروني ومش عارف ايه والكلام ده كله، وكل ده مقابل ان انت طب انت ما فكرتيش ان انت تجاري اكتر من كده وتروحي فعلا لبنان 6 شهور عشان تاخدي ولادك؟ لا، ان انا اطلع من مصر بره الولاد ده صعب، لان لبنان انا كان هيتخلص عليا، معروفه طبعا. هعمل معاه كام فيديو عليك. هعمل معاه كام فيديو اللي هو عايزهم وخلاص كده، مهمتك انتهت وشكرا. طيب هو الشخص ده ايه سلطته على واحد يعني لو احنا قلنا ان ولادك مع طليقك، صح؟ ايه سلطته ان هو يقول له ابعتهم امريكا، وان هو يعمل ورق، وان هو يجيبك ويجيبهم السته وتعيش بقى انت يعني ايه سلطته؟ مين ده عشان يعمل كل ده؟ يعني هو مش سلطته، هو واحد عايش في امريكا وهيقدم لطليه فرصه السفر لامريكا، فدي في حد ذاتها حلوه بالنسبه له. وكمان الكنيسه هتفرح ان في واحده هترجع من الاسلام، ومش اي واحده وبتتكلم وعماله تطلع تناقضات. فدي بالنسبه له غنيمه. ففي كل الحالات هو كسبان، يعني بالنسبه لطليقي هو كان هيوافق لان هي كده في فرصه سفر لامريكا، وبالنسبه له بالنسبه للكنيسه برضه هم
هيمشوا معايا وممكن يدعموه هو علشان معلش هو خاطر يجيب. طلع حضرتك ده شغال ايه؟ كان شغال في اوراسكوم بس تم فصله تقريبا من سنه او سنتين. ليه تم فصله ليه؟ الله اعلم، انا ما كنتش قاعده معاهم. بس هو شايف بقى ان هو اتفصل من شغله، تم فصله عشان انا بدعي عليه، ربنا ينتقم منه يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، لانه حرم كل ولاده، ظلمني كتير وظلم ولاده، ظلم ولاده بغبائه وتعصبه الاعمى، مع العلم ولا هو بيروح الكنيسه ولا بيتناول ولا يعرف يعني ايه مسيح ولا يعرف يرسم الصليب زي ما بيقول، ما يعرفش حاجه خالص عن الكنيسه. هم طلعوه قالوا له يشتم على الاسلام، ايه يهيص في الهيصه بقى، الظاهر اللي بيشتم على الاسلام بيدوا له فلوس. بس الله المستعان، ربنا يجمعك بيهم يا رب يا رب، ربنا يجمعك بيهم يا رب. طيب انا يعني قبل ما اختم، لو انت في حاجة جواك عايزة تقوليها لكل واحد مسيحي، انت شايفة ان انت، انا شايفة ان انت عندك كلام كتير، انا عارف. انا عايزة اقول بس للمسيحيين والمسيحيات اللي هم بيسمعوني رسالة من القلب كده، يعني سيبك من بص اقولك على حاجة، سيبك من اللي بيشتمك، سيبك من اللي بتخش يشتم ويشكك و و و و، انا عايزك تقولي كلمة لواحد مسيحي قاعد وصل له الرابط بتاعنا ده دلوقتي وهو لسه بيشوفك، ما يعرفش عنك حاجه ولا يعرف حاجه في مقارنه الاديان، يعني عايز رساله هاديه كده من قلبك تمام. لقلبه تمام. حضرتك انا بوجه رسالتي لاي حد مسيحي او اي واحده مسيحيه، انتم مش المفروض تكرهوني، انا بحب المسيح اكتر منكم، انا اتبعت كلام المسيح اللي موجود في الانجيل، المسيح ما قاليش انا اله، المسيح قال لي انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعت من الله، وانا نصبت المسيح انسان مش اله، فانتوا عايزين تخلوه اليه، انا اتبعت الدين اللي بيكرم المسيح، اتبعت الدين اللي بيخلي المسيح انسان زي ما هو قال، والمسيح كمان قال على نفسه نبي، انا عملت المسيح فعلا نبي لانه هو نبي من عند الله. طيب انا نفسي توجه رساله لاولادك السته ان شاء الله لما يكبروا يشوفوها وقت ما توصل لهم الرساله. بالنسبه لاولادي بقى سواء البنات او الصبيان، انا بحبكم جدا جدا جدا، مش معنى ان انا اعتنقت الاسلام ان انا كرهتكم، بالعكس الاسلام خلاني حبيتكم اكتر، ان الاسلام بيخلينا صله الموده وصله الرحم اعمق واعمق، انا اعتنقت الاسلام ده حاجه راجعه ليا، انا بعمل يعني انا بتعبد لربنا بطريقتي، انتوا تعبدوا ربنا بطريقتكم، بس ده مش معناه ان انت تسيبيني او تكرهيني علشان انا بعبد الله بطريقتي. ربنا يصلح حالكم كده ويهديكم بعيد عن العصبيه، في النهايه انا امكم سواء مسيحيه او مسلمه او اي ديانه تانية، يعني تفكروا كده، انا امكم، علاقاتك الاجتماعيه المفروض ما تتقطعش، المفروض ترجعوا تتواصلوا معايا تاني، لاني ما عملتش حاجه غلط، وان عملت حاجه غلط من وجهه نظركم فهي صح بالنسبه لي، طالما مش اخلاقيه مش من حقك تعترضي، لو انا غلطت اخلاقيا من حقك تعترض عليا، لكن طريقه عبادتي بربنا ده حاجه ترجع لي وربنا هيحاسبني انا، وفي النهاية بكرة بعده هتكتشفي ان انا اللي عملته الصح وتندمي على انك ما عملتيش زي ماما. ربنا يهديك ويصلح حالك يا طيب. عايز رسالة برضو معلش منك للكنيسة، الكنيسة الارثوذكسية القبطية. بص انا بيني وبين الكنيسة يعني مش عارفة اقول ايه، ظلمتني كتير. ظلمتك ظلمتني ازاي؟ يعني انا مش عارف، اهدوا عليا كده، ولو عندكم حد ابعتهولي كده يناقش فكر بفكر، انما نشتم وندخل نشوه السمع والكلام ده مش اسلوب، ده مش اسلوب، ان كان ده اسلوبكم وحياتكم يبقى انا مبسوطه اني سبت المسيحيه واعتنقت الاسلام، لان اسلامي بيقول لي ما اعتديش على حد، اصد الاذى عن نفسي، انتوا بتبعتوا الناس علشان يشتمونا، لو انتوا هتبعتوا الناس عشان يناقشونا احنا ما عندناش مشكله، لكن تبعتوا الناس يشتمونا يبقى الحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله اني تركت المسيحيه. طيب عايز رسالة منك برضو لكل مسلم ولكل مسلمة. للمسلمين اخواتي واحبائي في الله، الحمد لله طبعا على نعمة الاسلام، انتوا في نعمة كبيرة مش مقدرينها، انتوا يعني طلعتوا لقيتوا نفسكم مسلمين، باباكم مسلم وامكم مسلمة، عشان تيجوا الاسلام ما خسرتوش حاجة، بصوا لنا بقى وبصوا لحياتنا، احنا خسرنا اولادنا وخسرنا شغلنا وخسرنا حياتنا وخسرنا حبايبنا، كل ده طبعا في سبيل ربنا ولا اي حاجه، يعني في سبيل الجنه، فعلا الجنه ثمنها غالي، بس فعلا انتوا في نعمه ومش مقدرينها، يعني انا بشوف دلوقتي ناس ربنا يهديهم ويصلح حالهم، يعني مش مقدرين يعني ايه اسلام، يعني
في حين ان حد مسلم جديد ممكن يكون ملتزم ومراعي. ليه؟ لانه دفع فيزيته، دفع فيزيته عاليه، يعني انا اتحرمت من ولادي، فلازم المكان اللي روحته لازم اعرف انا يعني التزم بيه، التزم باسلامي. فانتوا في نعمه كبيره، ربنا يثبتنا واياكم يا رب على الاسلام. طب معلش انا اسالك سؤال بس قبل ما نختم، في سؤال يعني، انت دلوقتي انت لما اسلمتي ست البيت فالولاد كانوا فيه فما رجعتيش، صح كده اللي انا فاهمه؟ يعني انا مثلا كان يوم اربع، انا يوم الثلاث رحت الشغل عادي، ويوم الاربع المفروض ان انا رايحه الشغل، فرحت مدينه نصر الازهر عادي جدا، يعني ما اختفتش ولا يوم علشان خاطر برضو. بس ما رجعتيش بيتك؟ ايه؟ ما رجعتيش بيتك؟ لا ما رجعتش، خلاص رحت عند حد صاحبتي يعني. ما رجعتش، لا خلاص. طب انت ما فكرتيش ترجعي لهم ويحصل طلاق او ابعاد لجوزك ده او كده؟ طب ارجع ازاي بقى والحجاب والنقاب وده واحد بالنسبه لي كده اجنبي، ما هوش جوزي، يعني ازاي؟ ما ينفعش. لو راجل ممكن يرجع ويعيش معاهم، انما انا كمسلمه حرام كده، ده ما بقاش جوزي. صحيح. طيب لا ما ينفعش، اختفيت على طول. انا والله سعيد بلقاء حضرتك، وحضرتك من الناس المحترمه بجد، يعني بشعر في كلام حضرتك بالصدق، يعني مستحيل واحده تترك ولاد سته ما شاء الله ربنا يبارك وتختار الاسلام وهي رايحه لاي شيء شخصي، مستحيل. مفيش يعني اغلى من الضنا الا الدين طبعا، مهما كان. يعني ايه الاسباب الشخصيه اللي بيقولوها اللي هو الانحراف والكلام ده؟ عايز اقول لك حاجه يا اخو معاذ، اللي عايزه تنحرف دي من السهل جدا تنحرف وهي مسيحيه، من السهل جدا تتجوز اللي هي عايزاه سواء مسلم الدين بيجوز له كده، ومن السهل الانحراف اللي هم بيقولوه رحت الاسلام عشان الدعاره، عادي جدا. طب يعني المسيحي بالعكس، ده انا في تكليف دلوقتي، انا لابسه حجابي ولابسه عبايه طويله وبطلع باسلوب يليق بالست المسلمه وانا مسيحيه، كانت الانحراف سهل. ازاي انتقل من الدين السهل واروح للدين الصعب وتقول لي عشان دعاره؟ يا ريت يحترموا عقليات الناس اللي بتتكلم. هم على فكره لما بيتكلموا ما بيقصدوش ان هم يكلموا المسلمين، هم بيخوفوا المسيحيات، بيقولوا متخطفوا، دول بيعنفوهم، دول بيضربوهم. وهم خلي بالك كل إيه؟ الكلام اللي بيقولوه، كل الكلام اللي بيقولوه عن اللي بيحصل للمسلمات الجدد لما بيدخلوا الاسلام، هو ده هدفه ايه؟ ما هو هدفه ان يخوف اي حد بيفكر في الاسلام. بالظبط بالظبط. وكمان بيوصلهم رسالة اللي هتأسلم هناخد منها عيالها أسوة بنوها السيد، اللي مش عارفة إيه، بيضحكوا على نفسهم، بيضحكوا على الغلابة. صراحة الشعب المسيحي الشعب غلبان، يعني أنا فعلا شعب غلبان، مضحوك عليه مضحوك عليه. في ناس بتشغل عقلها بتوصل، في ناس شغلت عقلها مش عارفة تتحرك، خايفة من رد الفعل المجتمعي. أنا أكاد أن في آلاف المسيحيين مسلمين قلبا، لكن هم خايفين من رد الفعل المجتمعي. في ناس بقى ختم الله على قلوبهم، دول عاجبهم بقى العيشه دي، عاجبهم العيشه والحياه اللي هم فيها، هنيئا لهم جهنم، ما فيش اي مشاكل، ربنا بيهدي من يشاء. ما فيهاش ازمه مساكن جهنم يعني، هم اختاروا. لا 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 جهنم بتقول هل من مزيد، يعني عادي ما فيش اي مشكله. اخت نوى جزاكم الله خير، وربنا يثبتك يا رب ويبارك فيك ويجمعك باولادك. اللهم امين. ربنا يحفظك ويبعد عنك شياطين الانس قبل الجن. اللهم امين يا رب. اشكرك على خير، وانا سعيد والله باللقاء ده. لو حابه تقولي اي حاجه قبل ما اختم اتفضلي. اشكرك يا اخي، بارك الله فيك، سعدت جدا بظهوري مع قناه حضرتك، شكرا وجزاك الله خيرا، ويا رب رسالتنا توصل لكل الناس وتوصل للمسيحيين اللي عايزين يعرفوا الحقيقه ويعرفوا ان الاسلام هو فعلا دين الحق، ومفيش تعذيب ومفيش الحاجات اللي هم بيقولوها دي، بالعكس الاسلام دين سلس ودين محترم ودين بيقدر المراه ويعطيها فعلا يعطيها قيمتها ومقامها، ما هيش نجسه زي ما كانوا بيوصفونا في الانجيل أنجاس معظم أوقات السنة. لا، الإسلام المرأة ليها كيانها وليها مكانتها وليها حقوقها وليها تقديرها، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وربنا يثبتنا وإياكم يا رب. جزاكم الله خير.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. فأتمنى من الإخوة الأفاضل نشر الرابط على السوشيال ميديا لكي تعم الفائدة، ولا تنسونا من الدعاء. جزاكم الله خير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.